Shada FM. La radio que j'aime. ضد الصهيونية اللي هي ما كتشكلش خطر على الفلسطينيين فحسب، بل هي واحد تتشكل بأنها هي واحد جرتومة اللي كتشكل خطر على العالم بأسره. J'ai entendu via Facebook il y avait une manifestation pour la Palestine et pour Gaza, pour la bande de Gaza. Ce qui se passe là-bas, c'est inadmissible. Là, on parle même plus de religion. Là, c'est même plus de la religion entre musulmans ou bien judaïsme. Là, c'est les humains. On parle d'humains, on parle d'enfants, on parle de femmes qui sont tous les jours tuées. Je vois des choses à la télévision qui sont inadmissibles. Je viens là en tant que citoyen du monde. Je viens parce que je vois des gens, des enfants se faire tuer, se faire exploser, des femmes se faire tuer pour rien du tout. Et ça c'est inadmissible. Donc j'aimerais bien que le monde entier se réveille un petit peu et fasse quelque chose par rapport à ça. حنا اليوم مجموعين كاملين من اجل الشعب الفلسطيني اللي كيتحرق غير بوحدو، كلشي كيتفرج فيه. حنايا كنساندوهم من البعيد قلبا وقالبا كيفاش كيقولوا، وكنتمناو الحريه لهذا الشعب، حيت هذه اعوام وما كي ما كي ولا انا عندي بنيته، من كنشوف دري صغير وهذا مقتول وبواحد البشاعه وهذا كنحط راسي راه بنتي هذيك، راه واخا نقول لي قلت الله يعطيهم الحريه والله يحيد عليهم هذه القيود هذو اللي من شحال هذه. جينا اليوم تنظاهر هون كلنا مع بعض من اجل فلسطين. انا فلسطيني و حقيقة عمري ما رحت على فلسطين، ممنوع اروح على فلسطين ولا عندي الهوية الفلسطينية، وما بيخلونا نروح على فلسطين مثل ما انتم شايفين. وصارت هلا السيتواسيون فلسطين عن جد شيء مش طبيعي. بعد ست ايام صار 200 300 واحد، شو ذنبهم الناس قاعدين؟ كل واحد قبل 48 كانوا اليهود والمسيحية والمسلمين كلهم قاعدين مع بعض عايشين بسلامة، وهلا صاروا كلهم بيكرهوا بعض، ما حدا بيحمل الثاني. يعني شو صار بهالعالم؟ كل البلدان الثانيين بالعالم قاعدين عم بيحضروا كانه ما في شيء، انه شو ذنبهم؟ اولاد بيموتوا، هي امريكا وفرنسا كلهم قاعدين، هي فرنسا اول بلد ما بيخلوا الناس يظهروا ببلدهم، انه شو هالقصة؟ كل بلد قاعد لوحده مفكر حاله شيء ونص، وهي في بلد وناس لوحدهم كله صغار واولاد كلهم عم بيموتوا، يعملوا شيء. كلنا نحن كله انسان مثلك هيو تحت قاعد ما عامل شيء، فقع صاروخ بمخه، شو ذنبهم الناس؟ نحن كل العالم عم بيصلي لكم، وان شاء الله هي بلشوا شوي البلدين، هي تشيلي اول بلد بالعالم بلش يقطع مواصلات مع اسرائيل، وان شاء الله هلا ان شاء الله شوي بتزبط الامور، بس عن جد ضلكم قوايا. فلسطين حره حره، فلسطين حره حره، فلسطين حره حره، الهلال يطلع برا، الهلال يطلع برا، والصهيون يطلع برا، والصهيون يطلع برا، فلسطين حرة حرة، فلسطين حرة حرة. شادا FM، la radio que j'aime.